صباح النور من جديد مشاهدينا، صباح النور من جديد وعد. يعني موضوعنا التالي معك غذائي تجميلي. بالفعل، وسنتناول موضوع الكولاجين، مصادره وفوائده مع اختصاصية التغذية فرح يونس في رشة صحة. بداية، ما هو الكولاجين؟ خلينا نعرف عنه. اليوم كل ست تهتم بجمالها أو كل شخص حتى بحب يحافظ على بشرته رح يحب كتير هذا الموضوع. الكولاجين هلأ كتير عم نسمع عنه، فحبينا يمكن نشرحه شوي بطريقة علمية أكتر. نعم. الكولاجين هو عبارة عن بروتين، هو من أكتر أنواع البروتين الموجودة عنا بجسمنا. نعم. أوكي. يرتبط اسمه كتير بمرونة البشرة ونضارة البشرة. بالضبط، لأنه بيشتغل مثل الصمغ، فهو مسؤول عن تماسك أنسجة الجسم مع بعضها أو الكونكتيف تشو. هذا دور أساسي بحفاظ على الشباب، صحيح؟ صح. عشان هيك فوائده إذا بدنا نقسمها بتنقسم لقسمين، في فوائد طبية وفي فوائد جمالية. حتى له دور كتير مهم طبيا، لأنه كتير بيساعد على الحفاظ على ليونة المفاصل، بخفف من أوجاعها خاصة عنده التهابات بهذه المناطق، مهم كتير لتحسين الدورة الدموية، وحتى ممكن يساعد على زيادة حجم كتلة العضل بالجسم. أما من الناحية الجمالية فمثل ما قلت حضرتك، بالنسبة للجلد بيساعد على تخفيف التجاعيد، ليونة البشرة، بيزيد من ترطيب البشرة، بيعطيها رونق خاص، مضاد للشيخوخة، حتى في مسؤول عن جمال الشعر، ممكن يأخر ظهور الشعر الأبيض، بيزيد من حيويته، ومهم كتير للأظافر كمان. طيب، الكولاجين أيضا معروف عنه أنه بيخف كميته داخل الجسم مع التقدم بالعمر، هل هذا صحيح؟ صح، هو موجود بشكل كتير طبيعي عنا بالجسم، بس تقريبا بأواخر العشرينات وعلى الثلاثين، خاصة بعد عمر الثلاثين ببلش يخف بشكل ملحوظ أكتر. أوكي. طب شو فينا نعمل حتى نأخر من فقدان الكولاجين الطبيعي داخل جسمنا؟ رح نرجع نشوف كيف رح نستعيد عنه، ولكن كيف فينا نحافظ على إنتاج جسمنا بشكل طبيعي لمادة الكولاجين؟ أوقات بدنا نبعد عن الأشياء اللي ممكن تخفف من الإنتاج الطبيعي للكولاجين، مثل هو تناول السكر بشكل كبير، التعرض للشمس، أكيد التوتر، الإرهاق، التعب، والغذاء الغير صحي بشكل عام. هدول كلهم بخففوا من الطريقة الطبيعية الجسم بينتج فيها الكولاجين. طيب، ما هو الطعام يلي يحتوي أيضا طبيعيا على الكولاجين؟ لأن أيضا رح نحكي عن طريقة حقن الجلد بهذه المادة، ولكن كيف فينا ناخده كسبلمنت أو متمم غذائي أو ضمن الأطعمة؟ بالنسبة للأطعمة، الكولاجين مثل ما قلنا هو بروتين، فهو موجود بشكل كتير طبيعي بكل مصادر البروتين، مثل الدجاج، لحم، سمك، بس أعلى نسبة هي موجودة بالعظم وبالجلد عند اللحم والدجاج والسمك، حتى موجود ببياض البيض، وموجود كمان بالبروتين النباتي. البروتين النباتي مثل البقول، يعني عم نحكي احنا فول، عدس، حمص، كمان للأشخاص النباتيين في نستعينه كبديل بالكولاجين بهذه الطريقة. طيب، وهل موجود على شكل حبوب متممات؟ بس قبل كمان عن البروتين، في شيء اسمه معافز سمع في بعد مرقة العظام، هاي كانوا يعملوها زمان، بطرت درجة كتير، بس طلع عن جد فيها فوائد. وعم نحكي نحنا لما زوم الدجاج أو زوم اللحم بينعمل مع العظام بس لوقت طويل، يعني بده ينغلى على نار هادية لوقت طويل، هذا بيكون فيه من أعلى مصادر الطعام الموجود فيها الكولاجين. نعم. كمان عنا الجلو أو الجيلاتين، إن كان الجيلاتين النباتي ولا الجيلاتين الحيواني، كل هدول يعد فيهم موجود الكولاجين بشكل طبيعي. نعم. طب لما نهضمهم عبر الغذاء، هل بيتحولوا بشكل سهل الى كولاجين؟ هلا هو المصادر نستفيد منهم، هو المصادر هن كولاجين، نحن عم ناكل الكولاجين اكل، بس في انواع طعام بتحفز الجسم
على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي. خلينا أكثر. أيضا نعددها. عنا كل مصادر الفيتامين سي بشكل عام، إن كنا عم نحكي حامض، ليمون، فريز، كيوي، أي طعام بيحوي الفيتامين سي بيقدر يساعد إنه الجسم على تحويل أي بروتين لكولاجين بالجسم. هل هي مثل عملية الحديد مع الفيتامين سي؟ مثل ما الفيتامين سي بيساعد، هو جزء من عملية دمج نوعين من الأمينو أسيد ليصيروا كولاجين، لازم يكون الفيتامين سي موجود. نعم. عندنا كمان الأطعمة مثل نباتات ذات الأوراق الخضراء مثل الملوخية، السبانغ، الكيل، كمان مهمين كتير من هيدا الناحية. يعني متواجد بوفرة بنظام الغذائي المتوسط، يعني الخضار، البروتين، البيض. حتى نحن إذا بدنا ناكل ملوخية أو سلطة أو بقدونس بنحط لها حامض، يعني عندنا كذا مصدر. وحتى أنواع الفواكه اللي نحن موجودة بغذائنا، كمان في عندنا التوت، في عندنا الفريز، كمان كتير مهمين لإنتاج الكولاجين بالجسم. وحتى البذور، البذور النباتية الطبيعية، خاصة مثل بذر دوار الشمس أو حتى بذر اليقطين، كله بيساعد لأنه في عنا السلفر، في عنا الكوبر، الزنك، كل هدول الأملاح المعدنية لما عم بتكون متوفرة بالأكل عم بتساعد الجسم تنتجها بشكل طبيعي. طب فرح، نسمع عن ماسكات الكولاجين وحقن يمكن كولاجين قد فعاليتها؟ هلأ بعده الإنتاج أكتر لما عم نتناول الكولاجين مقارنة بالحقن. يعني هي بلش اكتشاف الكولاجين للجمال بالحقن، بعدين اكتشفوا انه هذا الشيء ما عم بيضاين بالجسم لوقت طويل، فانتقلوا للمتممات الغذائية اللي بنشرب او بناكل الكولاجين او من خلال الطعام. طلع عب علميا فيها فعالية اكثر للجمال، ولنحس فرق بالنسبة للتجاعيد وليونة البشرة وجمالها اكثر. هل نصل الى عمر يتوقع فيه انتاج الكولاجين طبيعيا؟ تقريبا أكيد كل ما صار في تقدم بالعمر أكثر، ومثل ما قلنا هذا الشيء كثير بيختلف، لأنه يمكن أنا أكون عم بتناول غذاء ممتاز فأنا لبلش أفقد الكولاجين لعمر متقدم أكثر، بينما شخص عم يتعرض للشمس أو عنده توتر أكثر وغذاء غير صحي حيفقد الكولاجين بعمر أبكر بكثير. هل هناك أعراض أو علامات لفقدان أو نقص الكولاجين على البشرة؟ لما الشخص غير التجاعيد اللي بيجوا بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، بس هذا الشخص رح يحس انه التجاعيد عم يجوا كتير أبكر مما الشخص متخيل أو فجأة. يعني الوتيرة أو السرعة اللي عم بتصير فيها، وبيكون في جفاف بشرة قوي، في ممكن يكون في هر شعر، كمان صحة الشعر والأظافر بتتأثر، وجع المفاصل. لما نشوف مجموعة هيدا العوارض مع بعض، يعني بعد عندي بس وجع مفاصل أنا حسيت فيه. طيب هل هناك فرق بين الرجل والمرأة أو أنواع البشرة مثلا السمراء أو الفاتحة اللون بكمية الكولاجين فيهم؟ لا، هون السعر بيختلف حسب جينات الشخص والطريقة اللي جسمه، هذه بتختلف مثلا بين أنا وبين أنت كيف عم نمتص نسبة الكولاجين وعم نساعد أنها تتحول معنا بالجسم. طيب أنت كنت ذكرت السكر كعامل سلبي في يعني تدمير الكولاجين، هل العسل له دور بتحفيز أو تأثير على إنتاج الكولاجين؟ لأنه موضوعنا التالي رح يكون عن العسل. لا، أكيد العسل حيكون أفضل من السكر من ناحية أي غذاء صحي، لأنه فينا عنا نسبة فيتامينات ومعادن أكثر. بنفس الوقت كمان للأشخاص اللي عم يشتروا الكولاجين كتير مهم نتأكد من مصدره، إنه مش بس يكون بده يكون نوعية ممتازة. بدنا نتأكد على الملصق أو على الليبل إنه ما يكون في مبالغة بالتسويق، ما يكون منتج تجاري جدا، لأنه النوعية أكيد حتقل. بدنا نتأكد من مصدره، يعني في يكون هو كولاجين لحم، ممكن يكون كولاجين سمك، ممكن يكون كولاجين جيش. بتفضلي؟ حاليا ما في علميا بعده الكولاجين شوي جديد. أوكي. يعني بعد ما اختبر لهيدي المدة الطويلة، بعد ما لقته إذا في نوع أفضل من نوع، بس لمقدر نقول يمكن في أشخاص عندهم تحسس على السمك لازم ينتبهوا، أو أشخاص ما بيتناولوا اللحم. شكرا لك اختصاصية التغذية فرح يونس، شكرا لوجودك معنا.